سجلت 1499 حالة جديدة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 36694، أي تجاوزنا اليوم عتبة 100 لكل 100,000 نسمة. للأسف الشديد سجلت اليوم أكبر حصيلة للوفيات منذ بداية الوباء في المغرب، حيث سجلت 23 حالة وفاة في 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في بلادنا بسبب هذا الفيروس إلى 556 حالة وفاة، رحم الله الجميع. حالات التعافي في 24 ساعة الأخيرة كانت ضعيفة للأسف، فلم يتعافى سوى 292 من المرض، الحمد لله على كل حال، ولكن كنا قد تعودنا على حالات تعافي أكثر من هذا.